تحول لون وجه إحدى اللاجئات السوريات في تركيا إلى الأصفر المدقع للحظة، ودمعت عيناها وهي تنظر اتجاه شخص ما، فأمسكت بيد أخيها وقالت له: من هذا؟ مشيرة إلى رجل يجلس مع عدد من الرجال أمام أحد المقاهي، ليقف أخيها مكانه ثابتاً دون أي حركة لعدة دقائق، ومن ثم يقول: الله أكبر، ما هذا الشبه المرعب؟ وكأنه هو تماماً، وكأنه عاد إلى الحياة من جديد. الشخص المشار إليه هو ببساطة رجل من تركيا، ولكن ما يميزه أنه يشبه طاغية الشام المقبور حافظ الأسد. وردة فعل الفتاة وأخوها أمر طبيعي إذا ما أخذ بعين الاعتبار التاريخ الدموي للأسد الأب، وما يفعله الأسد الابن حالياً بالشعب السوري من قتل وتدمير. ولطالما ارتبط اسم حافظ الأسد بالنسبة للسوريين بالرعب والخوف الذي لون حكمه لسوريا، ولعل إصرار السوريين في بداية ثورتهم على تحطيم تماثيله وترديد هتاف يلعن روحك يا حافظ ليس مرده فقط الانتقام من عصره المخيف، بل وتحطيم أي آثار من الرهبة لهذا الدكتاتور الذي تفنن في تعذيب السوريين من خلال دولة المخابرات الدموية التي أنشأها. وانتشار صورة ذلك الرجل على مواقع التواصل الاجتماعي أعطت السوريين الذين يعيشون ثورتهم طريقة إضافية للسخرية والتندر حول شخصية الدكتاتور الذي أرعبهم عشرات السنين، حتى إن البعض اعتبر أن ظهور هذا الشخص ما هو إلا هدية للسوريين لإعطائهم فرصة جديدة للانتقام ولو لفظياً من حافظ الأسد الذي جعل السوريين يهتفون طوال فترة حكمه: إلى الأبد يا حافظ الأسد. وقد حمل التاريخ العديد من الشخصيات الدموية والتي شكلت في مخيلة بعض الناس كابوساً مرعباً، والمحزن المبكي في الموضوع أنه ونتيجة لجو الرعب والخوف الذي أحاط بهذه الشخصيات حولها إلى ما يشبه شخصية دراكولا التي لا تموت ولا تنتهي. ويقال إنه وفي إحدى القرى الروسية ظل الناس يعتقدون بأن ستالين ما زال حياً رغم مرور عدة سنوات على وفاته، وما زال أيضاً بعض العراقيين الذين يعادون البطل الراحل صدام حسين وحتى يومنا هذا يتناقلون قصصاً خيالية مضحكة عن بقاء صدام حسين رحمه الله على قيد الحياة، بل ويخافون عودته، وبعضهم يحاذر في كلماته مخافة عودته وانتقامه. ونحن نؤكد لهم بأن صدام حسين فعلاً لم يمت، بل هو حي في قلوب جميع الشرفاء والأحرار حول العالم، وسيبقى اسمه خالداً ويذكره التاريخ إلى أن يشاء الله.